شفاف مغلف بمرارة العجز والإهمال، قطع به المئات من ذوي الاحتياجات الخاصة كلمة رئيس الوزراء إبراهيم محلب في مؤتمر تحت عنوان الملتقى القومي لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. وكما يبدو من المشهد كان الخطاب في واد والحاضرون في واد آخر، وبينهما فروق شاسعة من غياب الإدراك لاحتياجات المستمعين. فأمام من حرموا من أبسط الحقوق يتحدث محلب عن اعتزام الحكومة إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل بيانات المعاقين، ومن ثم البحث في كيفية الاستجابة لمطالبهم. تصريحات لم تغني ولم تسمن من جوع، وربما سمعها هؤلاء مئات المرات، فهم عينة من 15 مليون من ذوي الاحتياجات الخاصة في عموم أنحاء مصر. نص الدستور على التزام الدولة برعايتهم، لكن يبدو الواقع معزولا عن التشريع، والتطبيق يكاد لا يكترث بالنص. معاناة ذوي الإعاقة لا تقف عند حدود البحث عن عمل يتوافق وقدرتهم على العطاء، بل تمتد تلك المعاناة لتشمل تهميشهم في التعليم ووسائل النقل العام وحتى السكن. وأمام الهتافات أنهى محلب كلمته سريعا، ولم يعر اهتماما لطلب الحضور مقابلته حتى ولو ذرفوا الدموع.